والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في النشرة التاسعة مع الزميلة آية الكفوري. أهلا بك آية. شكرا ياسر. شكرا إلهام. ولا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. ترأس اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة، وذلك أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التي تقوم بها الدولة لتقليل الأثار السلبية على المواطن. وتم متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الأثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات. استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة. وقال رئيس الهيئة خالد صوفي إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تأكيد ودعم التعاون الفني المشترك، والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين. مشيرا في هذا الإطار إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذا لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي، وترأسها وزير التجارة والصناعة بالبلدين. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع قناة ديروط الجديدة. وأكد وزير الري أن مشروع إنشاء مجموعة قناة ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وذلك لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترعة التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. وإلى البورصة المصرية، حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة لعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وربح رأس المال السوقي 7,300,000,000 جنيه، ليغلق عند مستوى 622,675,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 9,289 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.94%. أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 1756 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.39%، ليغلق عند مستوى 1798 نقطة. أما عن مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 فقد فتح اليوم عند 2580 نقطة، ليغلق عند مستوى 2642 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.4%. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18.87 جنيها، وبالنسبة لسعر البيع 18.98 جنيها. اليورو 19.23 جنيها، وسعر البيع 19.35 جنيها. بالنسبة للجنيه الإسترليني 22.50 جنيها، وسعر البيع 22.64 جنيها. نبدأ بالدرهم الإماراتي. بالنسبة للعملات العربية 5.13 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 5.16 جنيها. وأخيرا الريال السعودي 5.02 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 5.05 جنيها. ننتقل معكم مشاهدينا إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب العالمية ليسجل 1703 دولارات للأوقية. ومحليا انخفضت أسعار الذهب محليا ما قيمته 5 جنيهات ليسجل عيار 18 نحو 833 جنيها، في حين لمس عيار 21 صار وصل اليوم إلى 972 جنيها، وسجل عيار 24 صار وصل إلى 1111 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب صار وصل إلى 7776 جنيها. أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة اليونانية ستعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز الروسي طوعا بنسبة 15%، وذلك ابتداء من شهر أغسطس المقبل، بهدف التخفيف من تداعيات احتمال التوقف الكامل للإمدادات من روسيا.
انتهت جولتنا الاقتصادية.